السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جميعا، معكم أخوكم شياب جيمينج في فيديو جديدة. وهذا المرة راني جيتكم مع لعبة بلانيت أوف لانا، لعبة من نوع اندي يعني اندبندنت، مطورة من طرف مطورين مستقلين. اللعبة خرجت اليوم على الحاسب وعلى الإكس بوكس، وراهي متوفرة على الجيم باس ألتيميت. دونك على بركة الله نبدأ هذه اللعبة. راني بديتها ديركتومون، راني معكم كما راكم تشوفوا، راح نبداوها مباشرة بدون أي إطالة. هذا النوع من الألعاب اللي كاين ناس بزاف نشوفهم باللي نوع ما يحقروهم، باسكو جو انديبوندون اندي ماهوش تريبل اي، يعني ميزانية تطويرهم مش راح تكون بضخامة الألعاب المشهورة. لكن في أغلب الأحيان هذا النوع من الألعاب يفاجئنا بسبب الوجهة الفنية تاعو، بسبب الأتموسفير اللي نلقاوها في اللعبة، وحتى التجربة اللي تمنحها لنا. دونك أنا واحد من الناس شخصيا جماعة اللي متابعيني على بالهم بلي نحب هذا النوع من الألعاب اللي جو اندي، نحبهم بزاف صراحة، لأنه نلقى بزاف نلقى راحتي معاهم، نلقى تجربتي كما نقولوا احنا الاكسبيريونس مليحة نلقاها معاهم. دوكنا دائما نعطيهم حقهم من التجربة، والحمد لله يعني الجيم باس عطانا الفرصة أننا نكتشف العديد من الألعاب إندي هادو. إنه كما نقولوا إحنا يا في مرات من الأحيان يخرجوا سلسلة على اللي جو هكذا في شهر معين، وتخرج بيناتهم وحده اندي، شغل ماشي دائما هي اللي تكون لا بريوريتي تاعك باه تشريها. لسوء الحظ، نقول لسوء الحظ بصح. ثانك يو جيم باس، ثانك يو فيل سبنسر، كثر خيرك خليتنا نلعبوا هاد الالعاب داي وان. فوالا تما هادي لانا راهي عايشه في منطقة مبنية على البحر، هذه تشبه بوكو بلوس الفلبين، وهم اللي عندهم بزاف البلايص هادو في شرق آسيا. هذه لازم نفحتو من وراها ما تشوفناش، هذه نلناهم بالك، هذه جداتهم، هذه يب اها حكم الشيخ. يا ومنعنا اولاي اولاي ايماكي يا في المشاكل بتسمع خطوات تطيح. شوفوا الكائنات اللي فيها، ما بالك رسمي عايشين في كوكب آخر، أنا أقولك عايشين في بلاصة من هي كوكب مغاير تماما. بصح مليح، انا يعجبوني هادو النوع تاع الالعاب اللي تلقاها تجيب شغل بالالوان الزيتيه العالم تاعهم. مع اللي تبع الانيميشن وقدامنا، هذا الستيل كيما استوديوهات كيبلي اللي يخدموا برنسيس مونونوكي، اللي يخدموا ماي نيبر توتورو، كاسل إن ذا سكاي تاع ميازاكي. يا جري يا جري، هما اللي عندهم هذا الستيل مليح بزاف. تابعوا مغامرات لانا في كوكبها الخاص ومغامراتها، وندعوكم معايا هنا في الشات نهار تخرج الفيديو نرمو نتلقاها اليوم بعد. تفضلوا معايا، قولوا لي اسكو تيليشارجيتو اللعبه، اسكو مازلتو ما تيليشارجيتوهاش،
اسكو حابين تلعبوها والله ما تحبوش هذا النوع من الالعاب؟ كاين اللي يقول لك انا نضيع لي الوقت بزاف، كاين اللي كاين وكاين وكاين وكاين. هنا جات بينها جات مسكينة القبر تاع باباها وامها. لا 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 انا وليلو. قولوا لي ثاني في الشات واش هما الالعاب اللي راكم تلعبوا فيهم بزاف في الجيم باس. هذا تاني امر يهمني بزاف، يعني انا نحب نعرف الناس واش يلعبوا. اسكو راهم يلعبوا غير في تريبل اي، ولا راهم يستناو غير في الحصريات تاع اكس بوكس، ولا راهم يلعبوا تاني هذو الالعاب الاندي؟ اسكو هذو تاني عندهم مكانه كبيره في الكتالوج تاع الجيم باس، وكاينين بكثره. يعني الشخص اللي يحب يلعب على جال اللي كما نقولوا احنا يا الاكسبيريونس، ماشي الاكسبيريونس انه يلعب اكثر والله، مي بوكو بلوس على جال التجربه تاع اللعبه، راح يلقى دار الله تاعو في الجيم باس. ثاني يلعب حتى يكره. لا انا خطفوا لها اخوها، دونك شوفوا واش رايحه اتصرى الان. ايوا دركا راهم هجموا علينا فضائيين، والله راسة مختلفة جدا راهي هجمت علينا. راحوا نشوفوا واش مليحة كون جات تجري. برك ما عرف لك انت تقدر تجري ولا ما تقدرش. هادو هما اللي خط. يا رجلي خويا يا تعيش مكة كوبينات. كون نروح كي نوصل القرية تاعي هذيك نلقى الدنيا هبلة تما. تسمى الحشيش هذا ديجا راني نسخبها فيها. مليحة مليحة، فكرتني في اسمو هذاك يا ربي، هذاك اللي خرج قبل ليتل نايت مير، ماشي اميبو؟ لا اميبو. قولوا لي في لي كومونتير واش من جو فكرتكم فيه هذه. الدعوة راهي تخوف. خلاص يا الشبيبة اللي هنا والله غير تخوف. خطفوا سكان القرية كامل، خطفوهم. شوف المراكب الفضائية اللي منهيها خلاص في الباك جراوند. يا وجري يا وفيك اجري. الله غير الدولة اخوة. بابا 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 سيناريو بوست ابوكاليبتيك. ذكرني في الفيلم هذاك تاع هذيك الطفله كلوي موريتز لا مورتيز، هي اللي عندها فيلم كيما هكا مع توم كروز نورمالمون تاع هذوك لي زاليان اللي يخطفوا السكان البشريه. نسيت عليك فاش جاي في هذاك الستيل تاع المشاكل. مليح بزاف الله يبارك. الله غير بهاي
لا غير ما تجيش لهنا لاريني. شوفي قادر يسمعني على بالك؟ قادر نكون نروح نجري وانا واقف يسمعني؟ ممكن الواحد فوبا يغامر. هاكون يجي طفرت شافني، والله غير شافني يا ودي، شافني يا شافني، يجري عرفت يا بلونجون 5 اتوار. مشي كنا شو هناك، شو مكان ما كان وين انا جو انديبندنت، جو دو بلاتفورم، يعني مقادير جد بسيطه ومتعه مضمونه، عالم جميل، شخصيه جد بسيطه، بارفو ماشي لازم تعصب بزاف باه تخرج جو مليحة، لا ما يلازم. بارفو تحط شوية هكا تاع لي زيموسيون في الإصدار تاعك. إيلو شو مشي ليلو لا أنا وإيلو. أمشي كنا تغشات أبا الدولة العائلة تاعها وصحابها وليزامي لا فامي وليزامي وخويا ومشي صاحبي بلانيت أوف لانا. مليحة سو فار سو جود. هيا نوضي دركا نوضي ما تصمطيش، خصك روح من نوم دركا. كما انو عادة الالعاب كما قلتكم نقسم باهي خص باهي يطوروا هاد اللعبة، ومن بعد مع الوقت ما تتباع لهمش، ما هوش بالامر الحتمي ان هذه اللعبة راح تتباع وراح تحقق نتائج مالية مبهرة، وكل ما يحققوش نتائج ماليه مبهره اوتوماتيكمون راحين يقفلوا الاستوديو تاعهم بطبيعه الحال، هما راحين يتجهوا للخدمات من عند الشركات الكبرى مثل اكس بوكس جيم باس بلاي ستيشن بلاس، وروح عندنا كاين خدمات بزاف كيما الخدمات تاع الكلاود تاع جي فورس ناو، وعندك تاع امازون. هذا النوع من الخدمات يساعد بعض الاستوديوهات، قول بعض انه ماشي كامل اللي تخرج عليهم، كاين اللي تخرج عليهم لانه كل ما الناس يلعبوا اللعبه تاعهم كل ما هما يحصلوا على مدخول من عند الشركه. كما نقولوا احنا دركا مثلا اي شخص دركا عنده اكس بوكس وعنده جيم باس راه يلعب في هذه بلانيت اوف لانا، هذا المطور يخلص على هاد ساعات اللعب اللي رانا احنا كامل نلعبوا فيهم، دونك من جهه مليحه. ومن جهه اخرى كاين اللي مثلا اللعبه تاعو تجي ثقيله بزاف في البدايه، الناس تلعبها شويه وتحبس اوتوماتيكمون يخسر في لافير، خاصه الا كان هو جو اندي وفي نفس الوقت تلقى الجوده تاعو عاليه بزاف.
اهلا انت واش صاحبي؟ ايه الله بالك كلاني رحت عندو كلب هلول لازم شي يشوفني خلاص هذا واللي كانوا حاكمينه في الكاجا في القرية هذيك بصح مشكلة مشكلة الطفيلة هذه ما تجريش نحبو الجري نحبو السرعة لا فيتاس يا شيخ يو باركور نقول الامور لا الاكشن اكشن رياكشن روح الكاسيدي بدينا بالالغاز والمشاكل بدينا امبوسيبل نلحق هي يعني قادر ندير لها هكذا اصبر اصبر هي بارفوا الواحد يتمهب باينه ما تلحقش باينه خلاص باينه خلاص بدينا كم اون بينا من زبسي فهمتي انا هذيك راه نطلع لهنا قادر نجيبها هنايا نطلع قادر تكون سهله خلاص وانا نصعب فيها باسكو بارفو الواحد ويصعب الدنيا سهله ويصعبها بزاف يقولتلك هي سهله وحنا نصعبوا فيها قلت لك والله ما قلتلكش ما هذه اللعبة شغل راح يكونوا فيها الالغاز بزاف وامور كذا منا لازم كي تصوتي تحكم تبقى حاكم بالأم أو
جبناها. اوه ها شو اللي قاعد يخنشر هكذا؟ ها سي بون سي بون فهمتها. ننزل له هنا بعد هو يجي عندي. يا ودي زربا من بعد هو يدخل تحت ال ال ها رواب يا رواب يا لازم تكون رابيد بزاف. هو تقيل اللي لانا تقيلة بزاف. دوغوطات رهيبة وما بعد دوغوطات. All right, what the hell is this؟ ها بينك أنا حاجة من هي محطوطة. نجي نجيبها من ما دي اللي يقول لك من طويستو دهن لور ويستو. هذه هي بدات مرمتو قتلتو ومن بعد استعملتو الجثة تاعو بان. اوبلي اوه فيها الماشينات فيها الماشين فيها هذا قفص هذا باينه خلاص. يا محكموني يا مسكين عرفت شنو نمنعك والله غير نمنعك الصحوبات. انا والله ما نخليك شكرو انا نخليك والله ما نخليك. تكنيك كبيرة الشيخ تقول انتم حاطين ارواح ويلعب برك. والله تكنيك كبيرة تخمم كبير تخمم كبير راي دور اللهن. مليحة بزاف عجبوني الالوان تاعها. والله القريد هذا الباك جراوند والفور جراوند اوبلي. يا خويا اوي نكز يا
أو نو، قد وقعنا. سبوكي. واقف نقول بما بيفو تي لازمك الطبس عندك الواحد يا هازنا راوتنا والله ما ادري القرد صاحبي القرد خويا وماشي صاحبي تروفي جديد A new friend صديق جديد موي او با 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 ما يجريش كاينش حاجة نكرهها في حياتي بيرسوناج ما يجريش صغيرة صاحبي في العمر يجري مرمدتني حق الله مرمدتني اليوم ربي كبير مرمدتني تمسنا حتى الدور ونفوسي هذاك الاخر ليه بيو يقرب صح يا روبو تما لازم نديرو هاد اللي كتكون طايره مني ما عليش ما اللي غلط يسلك في هذه اللعبة كي انت كي للشخصيات الثانوية روح روح يودي روحها فانصي يا صحيح نايس يجري يجري والله وزبات تطبل وغري عودي ولي نجرب نقفلها عليه حادث حال في غدو ما يوليش موي القرد موي ياك بابا ياك يجري والله غير لحقنا يا جري يا جري يرحم والديك يا جري يا فيك يا بعد تفكر مسيكنا
مازال سوفينير عندي. شكون فهم دايرين هذيك الديستورشن هذيك ولا تمشي بالرالونتي زعما باسكو راهي في منامه زعما. اختها وش اللي اخوها اختها اسمها ايلو. شلون اخوها هنايا نوضي يا نوضي من المنامة يا نوضي يا نوضي راحت الدنيا غرقت الدار. هاي طاحت طيحة الكلاب تاني يا سي محمد. هاي طاحت طيحة من الكبار. نوضي نوضي يا ستي. Oh no! Ilo. Ilo, ani mui. لا قلت انا لانا واش الصحوبات قرمه نحبوا الحيوانات اخويا نحبوا الحيوانات الاليفه مهما كان اصلها. ايما ايما موي ايما نايس. ما تحب تقول له افونسي تحب تقول له ريح في بلاستيك. هيا يوشع هوبلي هوب هوبلي هوب يوب عزيزي تقول لها قاطي قد طفيلة هذي تحسبوها ضعيفة والله. نجيبوه هنايا ونخليوه يستنى ارجع شوف كن نجري ونصوتي اولاي موي اولاي اولاي نياكون جبتوه خليتو طاح. هوبلي اولاي هيما موي اولاي لازم نروحوا من هيه ونفتحوا له الباب.
باه السي حبيبنا، السي حبيبنا يقدر يجي. هاي صحيت. مشاكل شراكي تخلطي تجي الطفله الدواء وتجي تعيطي عليها انت يا خاله تندبي علينا هكذا. ايلو 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 الدواء خلاص لازم تخلصي الجوبه توصلي ليها هذه لما ما تجي. خوفوا فينا وات Oh my god. يا مرعبة صاحبي هذا والله قطفو وحق الله غير قطفو والله قطفو كي الزهرة يا وين اللي انتبه لك هي سهله خلاص هما ما داروا الكادي هنا ما تخليه تما يستنى هو قاعد يحاول يجبدو ناصبلو عمليه الانقاذ هذه كامل لو وصلتها نوصل نوصل ايوا حيت السحوبات صحيت هذه لازم نقرمشوها هذه كيالو موي لازم تقرمش اولاي يا روعه انا نحاولوك نايس جود بوي
كيالو. Good. لا 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 قريب طاح. اقدمها. ها جبنا البارتي الاولى تاع الماب. بون ليكيب واش راح نقول لكم، كان معكم شهاب، شهاب جيمينغ في فيديو اخر، هذه المره مع لعبه بلانيت اوف لانا اللي كما قلت لكم راهي متوفره على الحاسب وعلى اجهزه الاكس بوكس وعلى خدمه اكس بوكس جيم باس التيميت. هي لعبه اندي جود بلاتفورم، لعبه جد رائعه، عندها شخصيه رائعه جدا، ان شاء الله راح تكون اكسبيريونس مليحه. وقولوا لي في لي كومونتير اسكو راكم بديتوا تلعبوا فيها والله رايحين تلعبوها ان شاء الله، وكي تلعبوها وتخلصوا عاودوا لي والله فيديو وقولوا لي اسكو عجبتكم والله ما عجبتكمش. قبل ما نخلص ماذا بكم ديروا لنا جيم، بارطاجي لنا لا فيديو مع اصحابكم، ودعيوا اصحابكم يجيو يتبعونا في لاشين يوتيوب تاعي ان شاء الله لمزيد من المحتوى. وعلى هذا اترككم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.